السلام عليكم. الفيديو ده ان شاء الله هيشرح طريقة حل التراسز سواء بالميثود اوف جوينتس او بالميثود اوف سيكشنز. هناخد اكزامبل بسيط، بس قبل ما نبدأ الاكزامبل في كذا نقطة مهمة لازم ناخدها في اعتبارنا قبل ما نحل. اول حاجة هي ان عشان اسهل طريقة الحل بتاعتي فلازم ابص هل التراس بتاعي ده في سيمترية، يعني سيمتريك، يعني شكل التراس او شكل الاليمنتس بتاعت التراس على الجزء اليمين نفس الشكل بتاعها على الجزء الشمال، واللودز كمان اللي موجودة على اليمين زي اللودز الموجودة على الشمال. فده هيخلي طريقة الحل اسهل، بحيث ان انت تقدر تطلع الرياكشنز على طول من غير ما تحسب سميشن اوف مومنت. انت على طول بتاخد التوتال الرياكشن، توتال اللودز، وتطلع الرياكشنز تقسمها على اتنين. اما بالنسبه للزيرو ممبرز فده بيقلل عدد الاليمنتس اللي موجوده عندك من قبل ما تحل، بحيث لو كان طالب منك انك تطلع كل اللودز اللي موجوده في التراس فيفضل انك تحل بطريقه تشوف الاول زيرو ممبرز بعد كده تحل بالميثود اوف شانس. ف اول حاجه بالنسبه لنا هي ايه الزيرو ممبرز. اول كيس لو انا عندي جوينت with two members only, no loads on it, and not the same line of action. يعني لو عندنا joint بالمنظر ده، لو عندنا joint بالمنظر ده و طالع منها two members مش على نفس اللاين اوف اكشن، فتبقى الممبر ده زيرو والممبر ده كمان هيكون زيرو. نفس الكلام لو عندي جوينت طالع منها ممبر كده وطالع منها ممبر سي كده كمان، فهيبقى ده بزيرو وده بزيرو. لكن لو كده، لو جوينت كده وكانوا على نفس اللاين اوف اكشنز ومفيش عندي لود، ما اقدرش اقول ان ده زيرو وده زيرو. ده ممكن يكون مربوط بجوينت هيطلع له قيمة، وده نفس الكلام ممكن يكون مربوط بجوينت هيطلع له قيمة. ده بالنسبة لأول كيس. طيب بالنسبة لتاني كيس، لو عندي جوينت with two members only and the load is on the direction of one of them, the other member is a zero member. يعني لو عندي جوينت بالمنظر ده وطالع منها ممبر بالمنظر ده وممبر تاني بالمنظر ده، وكان عندي اللود في الاتجاه ده، لو عندي اللود في الاتجاه ده فالممبر ده هيكون بزيرو. نفس الكيس لو انا عندي جوينت، عندي ممبر طالع من هنا وعندي ممبر طالع من هنا وكان في هنا لود، فيبقى الممبر التاني هو اللي بزيرو. طيب بالنسبة لتالت كيس، ف بيقول لي لو joint فيها three members, two members are with the same line of action, the third member is a zero member. طبعا الكلام ده لو ما عنديش في لود، يعني لو عندي joint بالمنظر ده وجاي منها 3 members 1 2 3 وما عنديش اي load عليها، فيبقى ال member اللي مش على نفس ال line of action بتاعهم هيكون بزيرو. وفي بعض ال cases بنلاقي ان ده كمان هيكون بزيرو. في بعض ال cases لو عندك load ماشي في نفس الاتجاه بتاع اللاين اوف اكشن بتاع الاتنين ممبرز فبرضه هيكون الكلام ده في بعض الكيسز.